السلام عليكم احبابنا، معكم انستينا. اليوم نحكيو على قطاع العدل في الجيري. ترجع شويه اللور كانت لانارشي توتال. 25 سنه سجن نافذ للمتهم بالقتل علي لب بن بخاري. يا سيدي القاضي، انا اخو المتهم وخويا هو اللي قتل، ياك راه مشاهد وخلاص. على بالي ورا البروبلم نورمال، يتجوزون في بلاصتو. يا اخي حنا كي جينا للدار حوسنا عليه ما لقيناش، ديناك انت نورمال. يا ودي راح يشري الخبز، لو كان سنيتو بك 5 دقائق كان يجي، وعلا نتجوزو في بلاصتو انا وعلا. ما نستناوش حنايا، دبر راسك. حنا كي جينا للدار لقيناك انت واش كنت دير لتما؟ اتحمل المسؤوليه، ديجا على البركه تاعو هذيا زيد له 10 سنين، 35 سنه دايره. هذاك الوقت الحبس ولا ماشي البلاصه تاع المجرمين، مي قريب ما ولا البلاصه اللي فيها الناس الملاح كامل. اي سورتو مع المعيشه اللي كانت صعيبه بزاف، شفنا هاد ليكا. حبيبي هاي زطلع يا اخي، حكمتي عندي، دخلني للحبس. والله ما راك داخل عن بالك، روح ودخل للحبس. هيا ديكاش منايا. هاي زطلع ما فاتكش، هاو الموس الموس، هاني قتلت واحد يرحم والديك، دخلوني للحبس. يا خويا راك مسامح، روح ترى، ما كانش دخل للحبس. ومن بعد داروا شويه عوام وبدات تتسقم الحاله، لاباس. السلام عليكم. سلام. سيد القاضي، انا اللي بعثني بو علام باش تتهلا فيا على هذيك القضيه 265 رجعيني فيها. انت اللي قتلت اربع عباد يا اخي. قلقت ما تقلقت لا غير. قال لي بو علام باللي انت مقلق. يا خويا واش نقول لك، بو علام خير وسبق عليا. والله غير دقيقه ما تقعدها في الحبس يا خويا. والله يسترك ان شاء الله. شوفوا على هذيك هنا كاين زوج مطلوعات وشويه تفاح. والله غير تشدهم للدراري. لا 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 اديهم هم ليك اديهم. شوف على المطلوعه هذا والتفاح، تعرف لي فامي تاع المقتولين نرشيهم في الحبس. تبعني تشوف. ومن بعد بنادم ما يقدرش ينكر باللي تحسن شويه قطاع تاع العدل. باغ اكزومبل ولات صعيبه باش يقدر الواحد يحقرك، ماشي كيما بكري، مي كومام يقادو شويه فايت. شهاده زور حبيبي. شحال شهاده لي يا خو؟ شحال؟ صاديبو واش عندك يا خو؟ مسخربيه يا خو؟ هذو كاين شهاد لك ماشي خدام ولا شهاد لك كريم، كيف يا خو؟ شوف حبيبي، انا كاين واحد شهد لي عليه باللي هو اللي سرقني وانت اللي شفته. ماشي مشكل حبيبي، شحال سرق لك؟ شوف زعما سرق لي شفته 150 مليون. 150 مليون تجيك 14 مليون و 850. اسمع اش ما ديرها، سرق لك 170 باش تجيك 15 مليون شي فرون يا خو. ساعدني شويه يا خو، والله غير ساعدك. ساعدك الله يهديك. زيد علينا شويه زيد خو. هذي تاقيل هذو مسيئات فوق ظهري انا خو. كاين حاجة بيزار في الجيري وهي الإعدام. حنا لهنايا نحكموا به بصح ما نفدوش. إي سي بور سا اللي بالك الجيري سي لو سول بيي اللي تقدر تسمع فيه هاد الكلمة. الحمد لله يا خوان، حكموا عليا بالإعدام ومن بعد كي كملت الإعدام تاعي خرجت وراني عايش أنتيك الحمد لله. الحمد لله يا خويا. كي تدخل المحكمة تلقى المحاميين، أنا يحيروني كيفاش يقدروا باغ إكزومبل يحاميو على واحد على بالهم باللي قتل ويحاميو عليه نورمال. هاد الإنسان اللي راكم تشوفوا فيه قتل 5 عباد وحكموه. حكموه لأنه مغفل والقانون لا يحمي المغفلين. سيادة القاضي، بين قوسين نحن نطالب بسانديكا المغفلين. سيادة القاضي، لازم نشوفوا ما وراء الجريمة. الضحية كان يهبل في الموكل تاعي وقالوا بأن البيت اللي ماركاه الفريق تاع الموكلي ماركاوه أورجر، وموكلي كان مقلق لأن الشهرية ما كانش دخل إلى آخره. سيادة القاضي، موكلي حكمتوه شحال من مرة، لذلك أصبح كليو عندكم. نحن نلتمس منكم أن تساعدوا لكليو، والله الموفق والسلام عليكم. دوك القضاء تزير شوية بارابول بكري، مي ولينا نشوفوا في المحكمة واحد القضايا يحيروا كامل، سيرتو كي طيح في قاضي رايح فيها. سيدة زهرة، تتهم جارة آية سعيد علي رفع ليلو بقتل الكانيش. كانيش؟ تفكروا بيا؟ كاميرا كاشي هذي ولا وشنو؟ واش راح نقول لك، اجل القضيه 5 سنين حتى وين تكره حياتها. هيا تربح سويفو. يلا اسمع، انا طولنا بزاف، دقيقه ونص في قضيه يا حبيبي، اكسيدي لي شويه خويا. سيد بالقاسم، قتل 3 اولادو وسلم روحو لابوليس. سلم روحو للشرطه؟ بارك الله فيك. فعلا بارك الله فيك، نحييك انا. هاد السيد لازم يكون قدوه لينا، مادام سلم نفسه للشرطه معناتها اعترف بالذنب، والاعتراف بالخطا هو الطلب للبراءه. براءه، اطلقوا جدو هيا سويفو يلا. اسمع اسمح لي، راك جونتي بزاف، صير شويه ما كاش منها. صير دوك القضيه اللي موراها نوري لك. هاي ابعد زير زير. بون علي مشى بالموطو بلا لاسيرونس. مشى بالموطو بلا لاسيرونس؟ ما تحشمش من انت وحش انت يا. شوف عدمو دير له اعدام شنقا وزيد له المؤبد وزيد نحلو له البارمي 5 سنين تربح. هيا ايه بصح ما عندها حتى معنى نحلو البارمي، راح نعدموه ديجا على بالك. نحيلو انا عجبتني هكذا نحيلو خبيط. ما حل بارمي. كاين كاتيجوري واحدة أخرى وهي القاضي الساهل. حضرة المتهم، لقينا لاديان تاعك في مكان الجريمة. واش راني فاهم فيك؟ البارح أنا تلاقيته، سرق لي لاديان تاعي وداه معاه. نتيري عليك بمرطو؟ كامل الأدلة راهم كونتراك، واش عندك تدافع بها على روحك؟ والله ما أنا اللي درته.
سي بون براءه تقدر تروح راه وخلف قال والله ما انا اي من داك في المحاكمه لازم يكون فيها شويه ضحك سورتو اذا كان القاضي قصيري. المتهم وقوف، المتهم جلوس، وقوف. ما قلتش المتهم. لعبتها لك شاك فوا نحب نديرها هذه. لعبتها لي ولا لعبتها لي؟ يقصر زيد القاضي. سيدي ليزافوكا راه موجودين للمداخله. ليزافوكا ليزافوكا ولا لانجات؟ بون الحكم النهائي، ما نحكمش عليك بالاعدام، نحكم عليك بالاعدام. اي مش عند حق نحب نقصر ولا نحب نقصر بيان سيور واش هضرت كامل سيدي جوست قصره وبليزير. العدل حاجه مهمه بزاف. رونديفو تاعنا ان شاء الله في بودكاست واحد اخر. انا ما بقى نقول لكم كي العاده غير الله يفارقنا بلا ذنوب يا ابن عاش. هلا حكموا لانه مغفل يا اخي. اهرب لي يا جيري بيان سير العدل الحاج واش عيط لي ما قلتليش عادل اباك ما تضحكش هادي والله ما تضحك عادل لا العدل والله ما تضحك راه شيا